حياكم الله مشاهدينا، مرحبا بكم. ننتقل وإياكم مباشرة إلى المنصورة غرب حلب مع زميلنا مراسل أخبار السورية شادي حلوة للوقوف على آخر التفاصيل. يعطيك العافية شادي، أنت الآن في المنصورة، ماذا لديك؟ الصوت والصورة معك. أولا تحية طيبة لك فاطمة ولكل مشاهدي سوريا، وأؤكد أن كاميرا الأخبار وكاميرا التلفزيون السوري دائما هي الحاضرة والأولى، والحمد لله رب العالمين، في كل المناطق التي تحرر من دناس الإرهابي ورجسه. أنا موجود في منطقة المنصورة في أول بث مباشر عبر لكل القنوات الإعلامية من هنا من هذه المنطقة. المنصورة تقع غرب حلب. أنا بدي قبل ما أحكي تفاصيل تانية عن هذه المنطقة بدي أقول عدد من الأخبار العاجلة. أول شيء، تشاهدون التلة التي أمامي الآن في عمق الكاميرا، وهذا الخبر العاجل الذي استطعت أن أحصل عليه. الجيش العربي السوري والقوات المسلحة يبسطون سيطرتهم على بلدة كفر داعل ومنطقة الشويحنة وتل الشويحنة بريف حلب الغربي بعد مواجهات مع جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها. إذن هذه الأخبار الآن على الهواء مباشرة. الجيش العربي السوري يبسط سيطرته على بلدة كفر داعل ومنطقة الشويحنة وتل الشويحنة بريف حلب الغربي بعد مواجهات مع جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها. طبعا الجيش العربي السوري كان يتابع عملياته وكان قد أحكم سيطرته أيضا على قرية المنصورة التي أنا فيها، وهذه القرية تعتبر من القرى الاستراتيجية، وسابقا كان الجيش قد بسط سيطرته أيضا البارحة على عويجل وعاجل بريف حلب الغربي. كل هذه المناطق الآن الجيش العربي السوري فاطمة يسيطر عليها تماما. أمامك الراشدينات 1 2 3 4، يعني 1 2 3 عفوا، الرابعة على الأستاذ من الطرف الآخر. هذه المناطق يعني فاطمة لن أطيل، لكن هذه المناطق كانت تمطر أحياء حلب بعشرات القذائف الصاروخية. اليوم هذه المناطق آمنة مطمئنة بفضل بواسل الجيش والقوات المسلحة. أمامك راشدين 1 و2 و3، وفي العمق إلى اليمين كاميرا شريف عبس مصورنا الحربي، تشاهدين البحوث العلمية ومنطقة حلب الجديدة في العمق على التلة، وهذه المنطقة الغربية، كامل المناطق الغربية لمدينة حلب سواء كان غرب الزهراء وكمنطقة الزهراء وحلب الجديدة. هذه هي المناطق الآن بالكامل، لاحظوا معنا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ورجعنا على التلة اللي التي لطالما يعني كانت مصدر قذائف الحقد باتجاه أحياء غرب الزهراء ومنطقة الزهراء وحلب الجديدة. كل هذه المناطق أصبحت آمنة مطمئنة بفضل بواسل الجيش والقوات المسلحة. التنسيق الأمني الحقيقة، أنا بدي التفت، افتحوا لنا الطريق شباب لو سمحتوا، يعطيكم العافية. الآن أنا هذا الطريق مؤدي فاطمة إلى معامل المنصورة. التنسيق الأمني الحقيقة، وهذا يحسب ما بين الجيش والقوات المسلحة والجهات المختصة وقيادة شرطة محافظة حلب وزارة الداخلية، أكيد الانتشار الأمني اليوم للشرطة في هذه المنطقة للحفاظ على المعامل بالكامل، و هناك انتشار لقوى الأمن الداخلي في منطقة المنصورة في مناطق المعامل، كذلك الأمر على أوتوستراد عام حلب دمشق. كل هذه المناطق الآن منذ البارحة وحتى اليوم، وعشرات العناصر التابعين لوزارة الداخلية، قوى الأمن الداخلي، قيادة شرطة محافظة حلب، المهام الخاصة، انتشروا في كل المناطق من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأصحاب المعامل. في العمق تماما تشاهدين معنا هذا الجامع، جامع المنصورة المعروف، وأنا الآن تقريبا في منتصف قرية المنصورة. لم أدخل إلى الداخل لأني كان أريد أن أشرح على جغرافية المنطقة التي تتابعينها معي، وهذه اللقطات التي لطالما حلم أبناء حلب الحقيقة أن يشاهدوها. لن أطيل عليك، تحية لأشاوس الجيش والقوات المسلحة، قوى الأمن الداخلي، كل التشكيلات الحقيقة لهذا التنسيق على المستوى. يعني أنت عم تحكي البارحة ليلا سيطر على المنصورة، اليوم أصحاب المعامل بقلب المنصورة. هذه رسالة واضحة من قيادة الجيش والقوات المسلحة لكل من يحاول تشويه سمعة الجيش، فورا ادخلوا إلى معاملكم، فورا التأمين الأمني وكل شيء، والمتابعة على الأرض من قبل كل المعنيين. أنا أريد أن أختم بهذه اللقطات المباشرة فاطمة كما تحدثت لك، ومرة أخرى أعيد، الجيش يسيطر على تل الشويحنة ومنطقة الشويحنة وكفر داعل، وهذه اللقطات للراشدين 1 2 3 جميعها أصبحت
تحت سيطرة الجيش والقوات المسلحة، وطبعا البحوث العلمية البارحة أعلنها على الهواء معكم مباشرة. هذا كل ما لدي. نعم. وسوافيكم أول بأول بتفاصيل الخبر بالصوت والصورة. شكرا لمن نعم. يتابع معنا دائما، لأن نكون معكم على الهواء إدارة وكل المعنيين، ولك فاطمة ولكل من يشاهدنا، لكم تحية معبقة بماء الورد الحلبي. والله دائما وأبدا تحت أقدام بواسل الجيش والقوات المسلحة يسقط ويسحق المحال. عودة إليك فاطمة. نعم بكل تأكيد، شكرا جزيلا لصوتك زميلنا شادي حلول ولهذه الصور المهمة التي تبعث برسائل كبيرة جدا بالتأكيد، وهي صور لطالب ما اعتدناها دائما عندما يحرر الجيش العربي السوري أي منطقة مباشرة تعود الحياة إليها. إذن كنا مع زميلنا شادي حلوة من المنصورة غرب حلب كأول كاميرا تدخل إلى هذه المنطقة التي حررها الجيش العربي السوري، وأفادنا في خبر عاجل بتحرير أيضا منطقة كفر داعل والشويحنة وتل الشويحنة. دائما كاميرا السورية ستكون معكم لحظة بلحظة لتسطير بطولات الجيش العربي السوري بالصوت والصورة معكم. دمتم إلى اللقاء.